اسمع مني بهالفقرة بدي رحب بدكتور بطرس غانم. دكتور غانم هو اختصاصي بعلم النفس العيادي والمرضي، واليوم اللي رح نحكي عنه مع دكتور غانم موضوع كتير مميز، وبحب اقول له انه هو يعني انا سمعته باكثر من محاضرة على عبر وسائل التواصل عم بيحكي عن هالنقطة الحلوة يلي هي كيف الاولاد يعني إيجابيا استفيدوا من الزهق يلي خلق لنا إيه الحجر المنزلي. صح دكتور غانم؟ صباح الخير. أي مزبوط، صباح الخير ماجي، كيفك؟ الحمد لله. هيدا موضوع الزهق موضوع قصة، يعني هيدا الموضوع مزبوط. بدل ما يكون سلبي صار إيجابي. صح، يعني أنا برأيي من كل الأشياء اللي انحكت بالنسبة لموضوع الحجر وشو الأفانتاج وشو الأشياء البوزيتيف يلي صارت، أنا برأيي في بعض الأطفال المحظوظين صار معهم شيء كتير مهم، بعتقد أنا بسميهم محظوظين، إذا تعلموا بهالفترة يزهقوا. دونك انطلقت هيدي الفكرة بس تقليك من شاب صاحبي صديق لإلي تلفن لي مرة قال لي إنه ابنه متعجب بابنه عمره 7 سنين، قال له بابا أنا بحب روح عند التيتا بحب أزهق عندها. بقى شفت انه الحكي تبع هذا الطفل بيفتكر سمح لي ارجع طور قصه الزهق اللي نحن بنعرفها اصلا قبل، واللي هلا صرنا بحاجه شوي لها اكثر مع التطورات اللي عم بتصير بالعصر تبعنا، يلي ما بقى عم تسمح للولد يقدر يكون بمواجهه مع قدراته الداخليه. يعني نحن بنعرف انه الزهق اذا بدي اعمل له شويه تعريف صغير وبسيط، هو بيقعد الطفل او الولد لوحده وبيصير بمواجهه مع قدراته العقليه والخلاقه وبيبلش يستثمرها. صح، اذا ما اعطيناه هالمجال ما بيقدر يستثمر هالشيء، اذا ما استثمره ما بيقدر يفكر بشكل سليم، بيصير عنده تفكير سلبي باسيف. يعني مثل ما عم نشوف اليوم الاهل اكثر شيء باوقات بيصير عندهم هاجس النشاطات. صح، شو بقى بدنا نعمل لهم؟ صح، انه بيعتلوا هم بس تبلش الجمعه انه شو بدنا نعمل لهم نشاطات. في عندي اولاد بيكون عندهم نشاطات بين 6 إلى 7 نشاطات بالجمعه اوقات رياضيه وغيرها، ولا مره بنترك له مجال لهالولد يقعد لوحده ويقدر يرجع يستعيد القدرات تبعه. نحن بنعرف انه كل الاولاد عندهم قدرات عقليه كتير جيدة، بس بدنا نحطهم بالشروط اللازمة لحتى تقدر تطلع هالقدرة عندهم. صحيح. هي أول شغلة. تاني شغلة بتتعلق كمان بزيت الموضوع، من بين النوافع الأشياء اللي بتنفع بقصة الزهق هي أنه الولد بيعلق بيوقف، يعني الشيشبان إذا بدنا نقول الحب أنه يعرف دغري الجواب وبينجبر يفكر فيه. وقتا بيفكر فيه هالشي بنمي له قدراته التعلمية لبعدين، لأنه اليوم صارت أغلب الأجوبة على كل الأسئلة عند الأولاد مباشرة. صح. ما بقى عم تمرق بميكانيزم بتحليله هو بده. صح، 100%. دونك هذا الشيء بيساعد كمان، وعنده اشياء ايجابيه بالنسبه للعمليه التعلميه بعدين. يعني هذا بنعرف نحن انه بقوي الحشريه الفكريه وبقوي كمان القدره على الملاحظه، بصير يقدر يلاحظ الاشياء يعمل ترابط بيناتهم، وهيدي شغله كثير جيده بالنسبه للتعلم، لانه نحن عم نشوف اليوم انه اغلب مشاكل التعلم عند الاولاد ناتجه عن عدم قدره الولد انه يقدر يقعد ويتحمل الفتره يلي لازم هو يكتشف فيها. صح. جواب على مساله معينه ما بقى قادر يركز. يعني باختصار هون دكتور بدنا نقول لهم للناس تركون يزهقوا، تركون يخترعوا، تركون يبدعوا، تركون يحللوا، تركون يشوفوا القصص مثل. صح. ما لازم يشوفوها. صح، 100%. وبدي اقول لك شغله، اذا صارت مفروض تنعكس ايجابيا على الاهل، لانه كمان اذا بنجي بنفكر شوي وقتها بيكون ولد بهيدا الاطار زهقان عم بجرب هو يدبر لعبته، هو يخترع لعبته ويحط حاله بالشروط اللازمه ليبني علاقات من خلال اللعب، كرياتيفيتي يعني. نعم. الاهل بيكونوا على المسافه الجيده، لانه ما بيكونوا عم بيتعاطوا معهم بهالفتره، بيكونوا عندهم وقت كمان لالهم. صحيح، نعم. دكتور هالشيء
تفضل بدك تقول شيء بهالنقطة قبل ما انتقل ل بس بدي اقول انه بصير في توازن بين النشاطات، يعني نعم. بهالفترة بيقدروا يعملوا نشاط لهم كمان، صح، والولد بيكون عنده الأنشطة اللي هو عم بيستنبطها او عم بيخترعها، فاذا الاكيليبر بيناتهم لهالنشاطات بيسمح لانه النزاعات بيناتهم كمان تخف والتواصل بصير احسن. صحيح. دكتور، بنعرف انه وقت يعني خضنا هالتجربة الحجر المنزلي كانت مفروضة علينا، ما كنا مستعدين لها ولا كنا عارفين مين فيها، بين تكي وتكي صرنا مجبورين. هلا نحن شوي شوي عم نرجع على حياتنا الشبه طبيعية، إذا فينا نقول نفسيا تأثرنا كتير بموضوع الحجر المنزلي ويلي هو كان نوع من حبس لنا. طيب الخروج من هيدا الحبس هل بده كمان استعداد نفسي؟ أكيد، مش بس بده استعداد نفسي، بيمرق بمراحل على المستوى النفسي. نعم. صرنا تقريبا نعرفها، يعني بس رح أعطيك ملخص لإلها، هي أنه عندنا مرحلة أولى هلأ بس يفك الحجر بدنا نظهر على الحياة مثل ما قلتي مظبوط شبه طبيعية، رح يكون في عندنا أول مرحلة هي مرحلة القلق والخوف. نعم. يعني ما رح نظهر بكتير أمان، يعني رح يكون عندنا قلق من الآخر، وممكن يصير عندنا بعض التصرفات العدائية، مثلا في ناس كتير خايفين مثلا من حدا يقرب عليا الآخرين. صح، حدا يعديها، في ناس خايفين يصير عند حدا يعطيها ملاحظة مثلا أو حدا يقرب عليها، أو شو بدي أعمل إذا شفت واحد منه لابس ماسك، وكل هالأمور تخلق أول إتاب يلي منسميها القلق. تاني إتاب هي مواجهة هيدا الواقع، بمعنى انه بدي بلش اعمل عكس ما كان عم بصير بوقت الحجز. أنا بالحجر تعلمت اوقات باشياء بطريقه سلبيه يمكن، او تعودت على طريقه تصرف سلبيه من طريقه اكل معينه مفرطه بال او ادمانات معينه على الالعاب او على التلفزيون او كل هالامور. هلا بدي اعمل عكسهم، بدي اعمل ديزابرونتيساج، يعني بدي اجرب اظهر وفك كل هالعادات وارجع فوت ب مواجهة جديدة. وثالث مرحلة رح تكون المرحلة يلي رح اتقبل الحدود يلي رح تخلق من جراء الفترة يلي صارت، من جراء العدوى يلي صارت، بدي انجبر اقبل واقع مختلف، وبدي فعل فيه العلاقات الاجتماعية اكيد ضمن التدابير الوقائية. صحيح. يلي موجودة، يلي لازم تضلها موجودة، لانه فقدينا منه مؤشر سليم للصحه النفسيه. نحن بنعرف انه مش طبيعي للانسان يكون قاعد بالبيت، مفروض يكون عنده حالات اجتماعيه لانه مهمه للتطور النفسي تبعه، وهول العلاقات لازم يرجعوا، واكيد في لهم شروط ليرجعوا بس ضروري يكونوا موجودين. نعم نعم. دكتور بطرس غانم بدي أشكرك، إن شاء الله بلقاءات تانية بنحكي أكثر عن موضوع هل ممكن واحد يحمل معه صدمة ما من وراء هالتجربة اللي عجناها، وهل ممكن هالشي يبين ما بعد وقت، يمكن ما نقدر نشوف هالقصص هلأ مثل ما صرنا أو مثل ما شفناهن بعد الحروب يلي صارت، اللي كتير من التروما أو الصدمات بينت بعد وقت، بركي بلقاءات أخرى. صح. شكرا دكتور بطرس غانم لهالنصائح اليوم ولهالإضاءة على هالمرحلة الجديدة اللي نحن مقبلين عليها واللي متمنى أكيد تكون سليمة للكل. رح نتابع صباح اليوم وباقي الفقرات بعد هالبريك.